على بركة الله متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على القناة والبرنامج الليلي مباشرة مع عبدالله. واش توحشتوا عودة الجماهير إلى الملاعب الرياضية متابعي قناة شوف تي في؟ لا شك أنكم كتابعوا البطولة الوطنية برو وبطولة الأوروبية ومجموعة من البطولات عبر وسائل إما التواصل الاجتماعي أو التلفزة متابعي قناة شوف تي في، يعني الإذاعات الرسمية متابعي القناة. لكن غياب الجمهور وغياب ولوج الملاعب أثر شوية حتى على المباريات، وحتى الجماهير توحشت الملاعب الرياضية. فبفعل جائحة كورونا والتدابير الاحترازية ومسافة الأمان مجموعة من الأمور سدت الملاعب الابواب ديالها، لكن البطوله مستمره، حتى اللاعبين مقلقين من غياب الجماهير متابعي قناه شوف تي في. لكن اش نقولوا على الرياضات اللي بعض الاقاليم للاقاليم ما كتهتمش متابعي قناه شوف تي في بالمجال الرياضي اطلاقا. كتلقى بعض الاقاليم ما كيهتموش بالفروق الرياضيه ديالهم، وكتلقى بعض الاقاليم متابعي قناه شوف تي في ما كيهتموش بالنوادي الرياضيه ديالهم، وكتلقى بعض الاقاليم ما كتلقاش مستثمرين يعطيو يد المساعده للفرق الرياضيه متابعي قناه شوف تي في. نهضر على ثلاثه الاقاليم تقريبا: اقليم تازة، اقليم قرسيف، اقليم تاوريت. اين الرياضه من هذه الاقاليم متابعي قناه؟ أين كرة القدم في إقليم تازة؟ أين كرة القدم في إقليم قرسيف؟ أين كرة القدم في إقليم تاوريت؟ باعتبار اللعبة الرسمية واللعبة المشهورة واللعبة رقم واحد عالميا. فين هما المستثمرين اللي لاباس عليهم يعطي الدعم للرياضة متابعي قناة شوف تي في في ثلاث مدن؟ تازة فيها ناس لاباس عليهم، قرسيف فيها ناس لاباس عليها، تاوريت فيها ناس لاباس عليها. لكن علاش ما يهتموش بالرياضة؟ علاش ما نشوفش انا الجمعيه الرياضيه في قسم وطني ثاني ولا قسم وطني اول؟ علاش ما نشوفش حسنيه قرسيف في قسم وطني ثاني وقسم وطني اول؟ علاش ما نشوفش نهضة اتحاد تاوريت في قسم وطني ثاني وقسم وطني اول؟ علاش ما نشوفش الكار ديال الرجاء الرياضي ولا الويداد كيتسالى في تازة وفي قرسيف وتاوريت؟ علاش؟ علاش الناس اللي ميسوره ما تدعمش الرياضه في المدن؟ راه رياضه او كره قدم اللي كتعتمد على الدعم المجلس البلدي والمجلس الاقليمي لن تلعب ادوار طلائعيه في البطولات باش انها تزيد القدام. راه الكره القدم بدون دعم مادي او بدون مشكره راه ماشي كره القدم. الرجاء البيضاوي كيسالها الشاكري 450 مليون غتعطيها له غتكمل البطوله؟ راه إلا كان فريق كيدوز البطولة ب 10 مليون 20 مليون راه الشاكري كيسال 450 مليون للرجاء البيضاوي وما كاينش المشكلة غيتخلص فيها. فبغينا نعرفوا متابعي قناة شوف تي في علاش المدن أو الأقاليم اللي التنمية ديالها على قد حالها الرياضة ما كتعاونش. راه واحد الوقيته شفنا الخميسات بانت في المغرب فات كرة القدم حصلت على بطولة وطنية في كرة القدم وتعرفت الخميسات. راه كرة القدم ما يمكن لهاش تزيد متابعي قناة شوف تي في بدون دعم مادي متابعي القناة، بدون دعم مادي متابعي القناة أقولها. السي خالد صابر غيخلي هذاك راه غير تازي ديالي معليش، حنا توازا بيناتنا هكا دايرين يا اخي. انا سيدي خالد صابر حنا توازا بيناتنا هكا دايرين، شي ما كيبغيش الخير غيخليه مسكين يدندن مع راسو. مرحبا نكمل متابعي قناه شوف تي في. علاش الدعم المادي ما كيحضرش به الفرق؟ كاين فرق ديال كرة القدم، فرق ديال كرة السلة، الهوند، غير شفنا حسنية قرسيف ديال كرة اليد متابعي قناة شوف تي في. ضعف الامكانيات المادية خلاو اللاعبين يرجعوا للور ويمشيو يلتحقوا بتازة ويلتحقوا فرق أخرى. دابا الحسنية راه شوية راجعة للور. الجمعية الرياضية تازة كرة السلة، أين كرة السلة بتازة متابعي قناة شوف تي في؟ أين كرة السلة وأمجاد كرة السلة بتازة؟ أين اللون الأزرق والأبيض بتازة؟ الأزرق والأبيض أصبح في خبر كان، لأن كانت بعد ما ولات ثقافة تبيع الماتش. فنتمناو إن شاء الله تكون الرسالة ديالنا أنها توصل، نتمناو إن شاء الله تكون الرسالة ديالنا أنها توصل وتزيد القدام بالرياضة. فبغينا أقاليم تحظى بدعم مادي من أجل الرياضة ببلادنا. متابعي قناة شوف تي في، فصافي ما بقيناش باغي نشوفوا الرجاء، وداد، مراكش، فاس، تطوان، بزاف ديال المدن في المقدمة، غير حتى المدن ديالنا حتى هي علاش ما تلعبش أدوار طلائعية؟ علاش؟ علاش متابعي قناة شوف تي في؟ فنتمناو آمنين من الله أنه يترفع عن هذا البلاء وهذا الوباء من ربوع المملكة المغربية، ونتمناو عودة الجماهير للملاعب الرياضية وعودة الجماهير وحتى الابواب ديال الملاعب ان تدخل شويه د الفلوس وتعاون بها الفرق، حتى الفرق كلاو الدق. متابعي قناه شوف تي في، حتى الفرق راه كلاس الدق. متابعي القناه كنشوفوا مجموعه من الرياضات في تراجع متابعي القناه بفضل ضعف الامكانيات وضعف المساعده. فنتمناو الخير من عند الله، نتمناو السلامه ونتمناو العافيه للجميع متابعي قناه شوف تي في. غنديروا بكم واحد الجوله تزامنا مع هاد الدردشه الليليه متابعي قناه شوف تي في. غنديروا بكم واحد الجوله متابعي قناه ونشوفوا الاجواء باقليم تازة كيف راها دايره، ونكملوا الموضوع ديالنا. ما بغينا ان شاء الله ان حتى الاقاليم ديالنا ديال هاد الجهه حتى الجهه الشرقيه واقليم تازه انها تزيد القدام. انتما كتشوفوا الرياضه بمكناس رجعت للور، والرياضه بفاس في المتوسط راجعه وطالعه وهابطه. علاش متابعي قناه شوف تي في؟ علاش؟ فما عسانا ان نقول نتمناو الخير من عند الله، نتمناو السلامه والعافيه للجميع. انتم الان مباشره من اقليم تازة وتزامنا مع الدردشه الليليه، جوله ايضا ليليه متابعي قناه شوف تي في. مرحبا بكم معنا على هذا البث المباشر، فالف تحيه لكم من هذا المنبر، منبر القناه. ونتمنى ان شاء الله من المستثمرين انهم يعاونوا اقليم تازة في الرياضه متابعي قناه شوف تي في. نتمناو مستثمرين انهم يعاونوا اقليم تازة في الرياضه ويعاونوا اقليم قرسيف وتاوريت. الله يرفع عن هذا الوباء وهذا البلاء متابعي قناه شوف تي في. وعينا عينا عينا من ذاك الرؤساء، عينا من ذاك الرؤساء جمعيات بدون شكاره متابعي قناه شوف تي في. انا ما عرفش رئيس جمعيه كيتمشى على رجله، ورئيس جمعيه ما عنده حتى ريال، ورئيس جمعيه وما عنده حتى برنامج مسطر وباغي يزيد بالجمعيه القدام. فالجمعيه ملي كتقول انني كنسوق جمعيه رياضيه كبيره، فهذا كيعني بان خصك تكون متمكن. والرئيس ديما الا عمر الرئيس اللي ما عندوش الشكاره ما كيزيد الفراغ القدام، هذه يبقى ديما في الهواس واسفل الترتيب او النخبه متابعي قناه شوف تي في. فعلاش ما نشوفوش حتى حنايا رؤساء جمعيات في المستوى مجموعه من الاقاليم المغربيه من بينهم اقليم تازة، قرسيف، تاوريت؟ علاش؟ فنتمناو الرساله ديالنا توصل، ونتمناو حتى هاد المنتخبين وهاد الناس اللي لاباس عليهم في هاد الاقاليم ما يفكروش غير في انتخابات. الاصوات راهي الا خدمتي فريق في المدينه وطلعتيه للقدام وراك غتربح مدينه قدها قداش. راه المدينه كلها غتولي كتبغيك، وبركه غير انا خصني الجماعه الفلانيه تصوت عليا كامله، هاد الجماعه تصوت عليا والكذوب على هذا والكذوب على سير يا صاحبي داك الفلوس اللي غتضيع في الجماعات وتضيع في الحملات الانتخابيه وضيعها غير على فريق كره القدم، جيب له اللعابه وطلعوا البريمير سيري ولا الدوزيام سيري، الا ما ولاش مدينه كامله كتهزرف بك. علاش كنفكروا ديما في العوج وكنفكروا ديما من الدين الضيق، من الدين الضيق. شنو هي؟ انا عندي الفلوس خصني نترشح، ولا بغيت نترشح خصني نفرق القفات وخصني نهضر مع اصحاب العالم القروي ونقول لهم غادي نصوب لكم الضوء والماء والكهرباء وندخل لكم الانترنت ونشري لكم الثلاجات وندير لكم هذه وندير لكم هذه وندير لكم هذه وندير لكم هذه وراكم غادي تزيدوني وراني غادي نجي. لا، اعطي شويه القيمه للرياضه بالاقاليم تازة. محتاج المؤسسات التسمير يعاون الرياضه باقاليم تازة، قرسيف محتاجه، تاوريت محتاجه. انتما كتشوفوا المولوديه الوجديه كتلعب ادوار طلائعيه باش تزيد لقدام. مولوديه وجده كتلعب ادوار طلائعيه زوينه باش انها تاخذ البطوله، بعد ما كانت المولوديه الوجديه هي في القسم الوطني الثاني. فنتمناو امنين من الله فكره الاستثمار في الرياضه تكون 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 مولود جديد بالمدن بالاقاليم اللي عاد زايده في التنميه. تازة محتاجه الفريق كرة القدم حقيقي، وقرسيف محتاجه الفريق كرة القدم حقيقي متابع قناة شوف تي في. اقولها، محتاجه الفريق كرة القدم حقيقي متابع القناة. فنتمناو الخير من عند الله، ونتمناو السلامه والعافيه للجميع، والله يرفع لنا هذا البلاء وهذا الوباء متابعي قناة شوف تي في. الله يرفع لنا هذا البلاء وهذا الوباء متابعي قناة شوف تي في، ونتمناو الخير من عند الله والسلامه والعافيه للجميع. الله يهدينا، والله يفيقنا بعيبنا، والله يرفع لنا هذا المرض هذا الفتاك متابعي القناه. ونتمنى ان شاء الله الرياضه تزدهر، ونتمنى عوده الجماهير للملاعب الرياضيه متابعي القناه. نتمنى عوده الجماهير للملاعب الرياضيه، ويكون جمهور في الملعب، وتكون مساعده، ويكون كوتيزاسيون من الجمهور، الفريق السافد الجمهور يستمتع. هذه هي التنميه الاجتماعيه متابعي قناه شوف تي في، هذه هي التنميه الاجتماعيه متابعي قناه شوف تي في. والله يرفع لنا هذا البلاء وهذا الوباء. اقولها، والله يرفع لنا هذا البلاء وهذا الوباء متابعي قناه شوف تي في. جوله باقليم تازة تتمنى مع الدردشه الليليه اصدقاء قناه شوف تي في. الف تحيه لكم من هذا المنبر، منبر القناه. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر دائما على قناة شوف تي في. جولة بإقليم تازة من الأقاليم اللي جميلة ورائعة متابعي قناة الحظر ديال التجوال الليلي متابعي قناه. كاين التزام الساكنه، كاين العمل الجبار ديال الاجهزه الامنيه بجميع التلاوين ديالها، وتروى تعليمات رؤساء الاقسام ديال اقاليم اقليم تازة. الحمد لله كاين استجابه المواطن ايضا واحترام المواطن متابعي قناه شوف تي في. فتحيه لكم من هذا المنبر، منبر القناه، قناه شوف تي في. ما عسانا ان نقول الله يفاجئ عليكم ويفاجئ على الجميع. شنو كيديروا هادو هنايا؟ فألف تحية لجميع أصدقاء القناة، قناة شوف تي في، تحية لكم من هذا المنبر، منبر القناة، تحية لجميع المواطنين المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب. كنشكركم على التواصل ديالكم معنا هذا النهار. كنا هذا النهار في جماعة لوطا التابعة لحسيمة متابعي قناة شوف تي في، وغدا إن شاء الله عندنا العودة نفس الجماعة متابعي القناة. نتمنوا الخير من عند الله، نتمنوا الله يفاجئها على الجميع من قلبي إقليمي تازة. نشكركم على التواصل ديالكم معنا، إلى اللقاء متابعي القناة. ليلة سعيدة وإلى اللقاء غدوة إن شاء الله، نتلاقاو 8 الصباح على قناة شوف تي في. مرحبا بكم.